اختلطون. أول حرب أنا بشتغل شكمنجي، شكمنة سيارات وغربي الحصادات، والحمد لله ميسورة كانت حالتي، عندي محل بالصناعة وبيتي الحمد لله يعني ماشي حاله. وصار وصارت الأزمة، إجوا علي مشان تمثال العذراء عم بيكبوها بالحاوية دواعش. قلت له ليش عم تكبوا؟ قال خلاص انتوا انت كافر. تمثالين كانوا اخذوه وانزلتوهم بالحاوية. قلت له ليش عم تزتهم بالحاوية؟ قال انتوا كفار. قلت له لا مانا كفار، نحن اهل كتاب قبل منك. نزلت داعش دا طلعون قام ضربني بقفل بارودي على راسي. فهو ضربني، قمت انا كمان بايدي ضربته، اجى ايدي على حنكه كسر حنكه واجتمعوا فوقي واخذوني. انا رحت 3 اشهر لعندهم السجن. ايه بالمحكمه، في المحكمه بين ما اجى الطيران التحالف ضرب المحكمه حتى انا اطرب وهربت هريبه وجيت يعني جيت لهم لحلب. اختي اخر عائله مسيحيه طلعوا من الرقه، هي وبنتي واخوي اخر عائله. هربنا، حطوا علينا حراسه كوننا مسيحيه انه ما بصير تطلعوا انتو. تحاصرنا بداية كله ركام، البيوت كلها مهدمة. مثلا نبعت شخص يشوف لنا الطريق ما هو ملغم، نمشي 4 أيام لوصلنا لحلب كله مشي. هلا والله عن سرقاني يعني أول عشية لعبها سرقاني، هي اللي عم تساعدنا يعني من أجار البيت وتعطينا شهرية. والله ما هي تبادلنا نحن أمراض إجري. أنا إجري ما بقدر أمشي عليهم. انا اجري من القتل اكلته اجري تورمت ما بقدر امشي يعني. وشغل ما بقدر اشتغل انا هون. مرتي ضرب هاوين هوني بالرقه، ضرب اثر على السمع وعلى النظر، على عصب السمع والنظر. هون طلق شظيه هون اجت اثر على سمع ونظره. يعني هلا بالليل لما واحد يكون مشان ما بشوف. بس يعني انه انا اضوى علي أضع عليك، لا بيت لا محل لا شيء لا شغل لا الله يسامحهم.